دكتور عمرو هاشم ربيع اتكلم على اننا نريد خبراء في المحليات، نريد خبراء في الانتخابات، وزي ما قلت لكم اكد على مساله الافراج عن المحبوسين. خلينا نذهب نستمع الى بعض اعضاء مجلس الامناء. دكتور عمرو هاشم ربيع، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير استاذ لميس، اهلا بيك. يعني استمعت لما قلته حضرتك النهارده، اولا قول لي يعني انطباعك عن الجلسه الاولى من مجلس الامناء. والله الجلسة كانت إيجابية جدا، يعني كانت كل شيء كان متاح، اللي بيطلب الكلمة بياخدها، اللي محدش بيقطع حد، الناس بتتكلم براحتها، صحيح بتعقب على بعضها وبعضها بيعترض على كلام بعضها، لكن الناس كانت في أريحية تامة، وإخوة إذا كان من المعارضة أو من السلطة، فلا كلهم يعني الناس بسم الله ما شاء الله أكفاء، وده بينذر بما هو قادم، يعني بيؤكد على ما هو قادم أو بيعطي عاقبة لما هو قادم بإنه إن شاء الله هيكون جيد وممتاز، بس خاصة مع بدء الجلسة اللي هي العملية أصلا الخاصة اللي هي يوم الثلاث اللي بعد أجازة العيد، اللي هو هيكون أعتقد يوم 19 لو أنا مش متأكد. يوم الثلاث اللي بعد عيد 19 الظهر هتكون فيها بقى، لأنها مهمة لسبب يا أستاذ أنيس، لأنها مهمة لأنها فيها تحديد القضايا اللي هتتناقش داخل المحاور الثلاثة أو الأربعة اللي موجودة، المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي والمحور الثقافي، لأن كان هناك اتجاه عام على إن من الصعب أو من شبه المستحيل إن إحنا نناقش كل القضايا، إحنا نجيب في كل محور من هذه المحاور قضيتين أو ثلاثة مركزية مختلف عليها، صح، فيها إشكالية حقيقية ونركز عليها. الامر الثاني بقى ان احنا نحدد، بعد ما نحدد المحاور والقضايا الفرعيه بتاعته، نحدد اسماء الاشخاص المتحاورين من الخبراء في المجالات المختلفه، واللي هم يكونوا معنيين بهذه القضايا، واللي هيجيبوا لنا بقى بعد وقت اتصور انه يجب ان يحدد، يعني يجيبوا لنا مخرج للمنتج بتاعه.